وبعدين احنا كده يعني من خلال الانجاز الاخير ده نقدر نستنتج او يعني نستشف كده وضعنا في الرياضه دي عربيا وافريقيا نتيجه الانجازات. طيب عالميا بقى احنا فين؟ يعني اصدقك القول، الامر في بطولات العالم امر صعب. احنا كان زمان الكيك بوكسنج منظمات، فكان كل حد بيروح يلعب بالدور الثمانيه دور الاربعه يجيب ميداليه ويرجع. دلوقتي احنا بقى عندنا اتحاد دولي وتم الاعتراف بيه اولمبيا، بقت لعبه في اتجاهها للاولمبياد. طيب اللعبه دي بقينا نلعب بطولات العالم من الدور ال 128، يعني الولد عشان يبقى بطل عالم مش هيلعب له اقل من 7 ماتشات. عشان يبقى بطل عالم الامر ما بقاش سهل، والدول بتعد كويس ولادها للمنافسه دي. واحنا كدوله جديده قديمه عندها خبرات لكنها جديده في كيانها، حابب اعمل نتائج، حابب الامر ما يبقاش مقصور على على نتائجنا عربيا وافريقيا. ودي تعليمات معالي الوزير على فكره واحنا قاعدين امبارح، احنا عربيا الحمد لله، افريقيا الحمد لله، بس طموحنا عالميا. الحمد لله عالميا الناحيه دي بقى لازم نعد الولاد اكتر من مره على احتكاك دولي مناسب للحدث اللي هم يلعبوه، لان الموضوع مش سهل. يعني هنا الموضوع مش سهل، هنا الموضوع ان الولاد دول لازم يؤهلوا بشكل مناسب لحدث زي بطوله العالم. فانا في خطتنا شبابنا دول هيطلعوا اكتر من لقاء دولي او اكتر من بطوله دوليه اقل من بطوله العالم، لحد ما يحسوا هم جواهم ان هم قادرين ياخدوها بجد، لحد ما هم يحسوا ويؤهلوا لده بجد، ياخدوا الخبرات الكافيه لراجل بطل عالم. وان شاء الله يكون. انا بكلم حضرتك مش من واقع ان انا رئيس اتحاد، من واقع ان انا كنت في يوم من الايام فني وفي يوم من الايام مسؤول عن المنتخب القومي، وعارف قد ايه هم محتاجين الاعداد المناسب عشان ما نروحش ونفرح بميداليه. ايوه احنا عندنا ابطال جمال، انا عارف احمد اسماعيل بيتفرج عليا، بطل جميل كل بطوله يطلع جايب 2 ذهب رائع، وعندنا بنات جمال كسروا الدنيا. ولكن انا عندي امل بفريق. انا عارف الناس بتبص لكلامي ده المتخصصين في الرياضه في العالم اللي بيسمعنا من العرب، احنا ممكن يطلع يعني يقولوا كلامي دي صعب، لكن انا بحلم ان مصر تطلع تعمل ترتيب عام في بطوله العالم، وحلمنا ده قادرين نحققه ان شاء الله لو اشتغلنا عليه بشكل صحيح. فكره النهارده ان ولادي يتربوا على فكره النهارده بمركز ثالث، النهارده بمركز ثاني، فكره النهارده يبقى عندي ميداليه واحده، انا ده مش لا يرضي طموحي. طموحنا ان احنا نطلع نقول للعالم ان الابطال المصريين في رياضه الكيك بوكسنج هم الاقوى، فانا بعدهم بالشكل ده وان شاء الله نبقى نعمله باذن الله يكون ان شاء الله.